تأخر وصول الكتاب المدرسي عادة سنوية اعتاد عليها التلميذ والمعلم، مما يؤثر سلبا على بداية العام الدراسي. ويعد الكتاب من أهم الوسائل التعليمية في المدرسة، ولكن هو آخر ما يتوفر في كل عام دراسي جديد تشهده المدارس في ليبيا، حيث لم يصل الكتاب حتى لمخازن التعليم في المراقبات. المفروض أن الكتاب المدرسي يكون متوفر وموجود في المخازن المدارس قبل بداية العام الدراسي، فهذه المشكلة سبت لنا ربكة، سواء كانت للمعلم أو للإدارة أو حتى لولي الأمر، والأطفال منها صار لهم زي التشتت. فالطفل مثلا ممكن كان خوه قبله مثلا في السنة فاتت استفاد من الكتاب ومثلا خذاه، لكن لما يجي للمعلمة مربكة مش هتقدر تعطي منهج، لأن هي مربوطة بمقرر دراسي، والتلميذ هذاك ممكن يقرأ الكتاب يمر عليه، لكن بيصبح فيه تفارق وبيصبح فيه مشاكل حتى نفسية للأطفال. وفي ظل هذا يعاني المعلم والطالب وحتى ولي الأمر، حيث يلجأ ولي الأمر إلى استعارة الكتب من العام الماضي والتي قد تكون تغيرت مناهجها واستبدلت بمقررات دراسية أخرى، مما يعتبر مضيعة للوقت. ويناشد التلاميذ والمعلمون وزارة التعليم ومصلحة الوسائل التعليمية بتوفير الكتاب في أقرب فرصة حتى لا يضيع العام الدراسي، وهم ينتظرون الكتاب آملين أن يتلافوا هذا التأخير مستقبلاً.